أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. أخبار الخليج البحرينية: إيران طلبت من أذرعها في العراق تجنب المواجهة مع حكومة الكاظمي. العربي الجديد اللندنية: لا مؤشرات لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، تعطيل ينذر باستفزاز الشارع. وفي تقرير للبيان الإماراتية: تداعيات عالمية للتوتر بين واشنطن وبكين. من المقالات: تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية: العراقيون يجددون مطلب محاكمة مختار حزب الدعوة. ويتساءل أحمد الشرقاوي في العرب القطرية: ترامب مجددا أم بايدن؟ التفاصيل بعد لحظات. تساءلت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن فاينانشال تايمز البريطانية: هل هي بداية حملة على النفوذ الإيراني في العراق؟ وترى الفاينانشال تايمز أن الاعتقالات التي طالت أعضاء ميليشيا حزب الله تعد طلقة في جبين الميليشيات المرتبطة بطهران والتي أضعفت الدولة العراقية، وتتهمها واشنطن بالوقوف وراء قتل مواطنين أمريكيين. ويقول المحلل الأمني في معهد واشنطن للأبحاث مايكل نايتس: لقد تم القبض عليهم متلبسين، ولم يحدث هذا الأمر من قبل، إنه تطور كبير حقا. قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن إيران طلبت من أذرعها في العراق تجنب المواجهة مع حكومة الكاظمي. ويكشف مصدر أمني عراقي أن أوامر إيرانية عاجلة تم إبلاغها للمجاميع المسلحة بعدم الاقتراب من المنطقة الخضراء والكف عن استهداف مواقع حكومية، مبينا أن التعليمات الإيرانية هي السبب الحقيقي وراء انسحاب عناصر تابعة لكتائب حزب الله من محيط المنطقة الخضراء. وتخشى إيران أن تتسبب أذرعها في العراق في مواجهة بينها وبين واشنطن على الأرض العراقية، وقد تمتد إلى حرب شاملة. أكدت صحيفة العربي الجديد اللندنية أن قلقا عراقيا يسود حاليا من ارتدادات قانون قيصر وتوجس من معاقبة فصائل، حيث ينظر برلمانيون وسياسيون عراقيون بحذر إلى قانون قيصر الأمريكي الذي تضمن عقوبات ضد النظام السوري ودخل حيز التنفيذ، لا سيما بعدما فتح القانون الباب أمام فرض عقوبات على أجانب يقدمون دعما ماليا وعسكريا لنظام الأسد. ويعتبر أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة النهرين علاء الفتلاوي أن قانون قيصر يحمل أبعادا سياسية وأمنية، وأن تبعاته قد تتمدد إلى العراق ولبنان. ونبقى في العربي الجديد: لا مؤشرات لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وتعطيل ينذر باستفزاز الشارع. وترى الصحيفة أن أحد أهم مطالب الاحتجاجات المستمرة هو إجراء الانتخابات المبكرة، لكن على المستوى المنظور لا توجد أجواء ملائمة لإجراء الانتخابات بسبب غياب الاستقرار الأمني والمجتمعي وعدم اكتمال الإجراءات اللوجستية والفنية. وتنقل الصحيفة عن ناشطين قولهم إن المتظاهرين لا يعولون على الحكومة والبرلمان في تحقيق مطالبهم، مبينين أن التظاهرات التي تمكنت من تغيير حكومة عبد المهدي وإثارة الهلع داخل البرلمان قادرة على العودة بقوة بعد انتهاء وباء كورونا. قالت صحيفة البيان الإماراتية في استطلاع لها: تداعيات عالمية للتوتر بين واشنطن وبكين. وتؤكد الصحيفة بالقول إن التوتر الأمريكي الصيني سيأخذ بعدا عالميا، وهو ما أكده 67% من المستطلعة آراؤهم. ويؤكد المحلل السياسي منذر الحوارات أن اضطراب العلاقات بين دولتين محوريتين سيؤثر بدون شك في مجمل دول العالم، فالتداعيات لن تقف عند حدود الدولتين. بينما يشير الخبير الاقتصادي محمد البشير
إلى أن العنوان الأبرز في العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين هو الملف التجاري، وأن ترامب يحاول جاهدا أن يستخدم هذا التوتر في مشروعه الانتخابي. وتختم البيان بالقول: صناع القرار في الدولتين على علم بأن هنالك مصالح عديدة متداخلة ومتشابكة، والأولى هو الحفاظ عليها. وهذه انتقالة مشاهدينا إلى الكاريكاتير. إلى زاوية مقالات، حيث تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية: العراقيون يجدلون مطلب محاكمة مختار حزب الدعوة. تقول الشيخلي: تتصاعد المطالبات الشعبية وخصوصا في ساحات التظاهر والاعتصام بتقديم نور المالكي إلى المحاكمة لأسباب عديدة وتهم متعددة حصلت في سنوات حكمه الثماني. ومن حق كل عراقي أن يطالب بمحاكمة مختار الدعوة الذي تسبب لوحده بسرقة ثروة العراق وهدرها وتدمير البلاد وإفقار الشعب وتحطيم سمعة بلاد الرافدين. وتضيف الشيخلي: المالكي هو من أوصل العراق إلى أدنى المستويات الدولية، ففي عهده عدت بغداد أسوأ المدن في العالم، وتحت ولايتيه وضع بلد الكتابة في خانة الأمية، وأن المطالبات بتقديم المالكي ومن هم على شاكلته إلى محكمة عادلة لن تهدأ وستستمر حتى تحقيقها. ويكتب طالب عبد العزيز في المدى العراقية: العراق بين الكاظمي وخصومه. ويعتقد الكاتب أن المساواة بين الوطنية والخيانة هي خيانة أخرى. وإذا كان البعض يرى بأن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة حقيقة ما يقوم وما سيقوم به الكاظمي، وما إذا كان جادا في نقل البلاد من الفوضى إلى النظام واستردادها من اللصوص والقتلة أم لا، فهذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة، وبعراق جديد خال من العملاء واللصوص والقتلة. ويتساءل أحمد الشرقاوي في العرب القطرية: ترامب مجددا أم بايدن؟ ويرى الشرقاوي أن السؤال الذي يتردد بكثافة في أوساط الأمريكيين وفي أنحاء العالم هو: هل يفوز الجمهوري ترامب بفترة رئاسية ثانية، أم يتمكن الديمقراطي جو بايدن من هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟ ويضيف الكاتب بالقول: ترامب يفقد الدعم بين شريحة واسعة من الناخبين بعد أن تخبطت إدارته في تعاملها مع وباء كوفيد-19 الذي شل الاقتصاد الأمريكي. ويبدو أن موقف ترامب المتشدد خلال احتجاجات التمييز العنصري ووحشية الشرطة ضد الأقليات كلفه الكثير أيضا. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة هاتفيا من عمان الدكتور زيد النوايسة، الكاتب والمحلل السياسي. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف من عمان بالدكتور زيد النوايسة، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور زيد معنا. أهلا بكم سيد. أهلا بك دكتور. دعنا نبدأ من عنوان صحيفة أخبار الخليج البحرينية: إيران طلبت من أذرعها في العراق تجنب المواجهة مع حكومة الكاظمي وعدم الاقتراب من المنطقة الخضراء والكف عن استهداف مواقع حكومية. برأيك ما أسباب التغير في الموقف الإيراني؟ يعني على كل حال إيران تواجه موجة من الاحتجاجات في العراق، ربما منذ بدء مرحلة الاحتجاجات العامة قبل أشهر وقبل حتى مرحلة كورونا. هنالك تيار معين في العراق يحمل إيران مسؤولية مآلات المشهد العراقي، وهناك بالمقابل تيار لديه ارتباط وثيق مع إيران. في تقديري أن التطورات في الإقليم اليوم الحقيقة فرضت على إيران إعادة تقييم لموقفها السياسي بانتظار مآلات المشهد الأمريكي. هناك حكومة جديدة في العراق تطرح عناوين لا تستطيع إيران أن تعارضها. حكومة الكاظمي تتحدث عن محاربة الفساد والقضاء على أي جهات خارج سياق الدولة العراقية وسياق المؤسسات العسكرية والأمنية. ربما هي تنتظر تطورات المشهد في تقديري في الانتخابات الأمريكية. هي مقبلة خلال الأيام القادمة على تصويت في مجلس الأمن حول تمديد العقوبات. ربما يكون هناك فيتو روسي صيني أو فيتو صيني روسي مشترك. وبالتالي في تقديري أن إيران تتريث وتريد أن تقرأ المشهد في العراق وربط ذلك في التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصا في ظل تزايد الحديث عن عدم عودة ترامب لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة المشاكل التي يواجهها. نعم دكتور. نتحول إلى عنوان صحيفة العربية الجديد اللندنية: قلق عراقي من ارتدادات قانون قيصر وتوجس من معاقبة فصائل، حيث ينظر برلمانيون وسياسيون عراقيون بحذر إلى قانون قيصر الأمريكي الذي تضمن عقوبات ضد النظام السوري ودخل حيز التنفيذ. ما أسباب هذا التوجس من قانون قيصر وتبعاته؟ يعني دعنا نعرف أولا هذا القانون. هذا القانون هو قانون غير أخلاقي ومبني على رواية غير دقيقة لمجند، إلى أنه مجند سوري هرب وزود الولايات المتحدة الأمريكية بمجموعة صور تتعلق بحقوق الإنسان وبقضايا التعذيب. أولا الحقيقة توسيع نطاق هذا القانون يشمل كل الدول والجهات والمنظمات التي تتعامل مع الحكومة الرسمية في دمشق، وقانون جائر. وبالتالي العراق بلد حدودي لسوريا ولديه تشابك اجتماعي واقتصادي ولديه مصالح أيضا في سوريا، وبالتالي دفع العراق كلفة في علاقته مع سوريا من جهة الغرب ودفع لكلفة في علاقته مع إيران أيضا، هي كما يعني لأن البلدين يعني محاذيين للحدود العراقية. نتحدث عن سوريا لديها حدود مع العراق، ونتحدث عن إيران لديها حدود، وهناك تشابك اقتصادي مهم وتبادل تجاري بين العراق وهذان البلدين. وبالتالي في تقديري أنه لا شك هناك كلفة سيدفعها الاقتصاد العراقي المنهك أصلا. هناك رهان في العراق في فترة من الفترات ربما أن يساهم في إعادة إعمار سوريا، أن يستفيد من عملية نقل النفط عبر الموانئ السورية في فترة ما، أن يستفيد من الخبرات السورية، ولكن يبدو أن هذا القانون يحاصر العراق أيضا في سياق حصاره لإيران، لأن هناك اتهام واضح بأن هناك علاقات وامتدادات إيرانية وارتباطات ببعض الأحزاب والقوى السياسية والتنظيمات والفصائل العراقية. طيب دكتور، كيف ستواجه إيران ارتدادات قانون قيصر الموجه ضد حلفائها في المنطقة؟ يعني بالرغم من أن إيران إحدى أبرز الدول المستهدفة في قانون قيصر، إلا أنني أعتقد أن إيران ربما تكون أقل هذه الدول تضررا،
لماذا؟ لأنه يعني علينا أن نتذكر أن إيران منذ عام 1979 وهو عام قيام الثورة الإسلامية في إيران وهي خاضعة لعقوبات استمرت حتى توقيعها الاتفاق النووي 5+1، ولكن كانت فسحة بسيطة جدا، جاءت ترامب بعد عام تقريبا وألغى هذا الاتفاق. صحيح أن الاقتصاد الإيراني تعرض لانتكاسات قوية، تراجعت الصناعة وتراجع مستوى الحياة في إيران، ولكن هذه الدول لديها تجربة في التعامل مع العقوبات. ربما يؤثر على تأثير على حضور إيران وتأثيرها السياسي في سوريا إلى حد ما، ربما يعقد العملية السياسية في سوريا، وإيران معنية انتهاء التسوية السياسية وهي حليفة أساسية للحكومة الرسمية في دمشق. ستكون هناك تداعيات اقتصادية بالتأكيد على مسألة الحوالات التجارية والتبادل، الحوالات المصرفية والتبادل التجاري بين إيران وسوريا وإيران وحلفائها في المنطقة. دكتور، في عنوان آخر للعربية الجديدة اللندنية: لا مؤشرات لإجراء انتخابات مبكرة في العراق وتعطيل ينذر باستفزاز الشارع. لماذا برأيك تؤخر الحكومة الحالية إجراء الانتخابات المبكرة في العراق؟ يعني هو في الأصل أن يكون هنالك قانون انتخابي جديد، وهذا جزء من مطالب الاحتجاجات التي خرجت في العراق منذ 20 أكتوبر عام 2019. لكن كما تعلم أن البرلمان العراقي لم ينهي دراسة هذا القانون، وخاصة في الجزئية المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وبالتالي فكرة تحديد موعد الانتخابات المبكرة تأجلت إلى فترة لاحقة. إضافة إلى مسألة تمويل الانتخابات، اليوم عملية إجراء انتخابات في بلد بحجم بلد وبعدد سكان كبير في العراق وفي ظل ظروف أمنية ووبائية، أيضا علينا أن نتذكر أن العراق أيضا يعيش كما غيره جائحة كورونا، وهناك كلفة كبيرة ربما تكون الأولوية في الرعاية الصحية، إضافة إلى عدم وجود بناء أو عدم اكتمال بناء هيكلي لمفوضية الانتخابات المستقلة، وبالتالي هي غير قادرة على البدء بإجراءات التهيئة للعملية الانتخابية. ننتقل دكتور إلى صحيفة البيان الإماراتية، في استطلاع لها توضح فيه أن هنالك تداعيات عالمية للتوتر بين واشنطن وبكين. ما طبيعة هذه التداعيات العالمية على السلم والأمن الدوليين؟ يعني دون أدنى شك العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانت متوترة منذ مجيء الرئيس ترامب، بالرغم من أن الزيارة الشهيرة التي قام بها الرئيس الصيني واتسمت بالمجاملات من طرف الرئيس ترامب، حتى أنه طلب منه أن يساهموا في حملة الانتخابية بشراء مزيد من المحاصيل الزراعية التي تنتجها ولايات الغرب الأمريكي، تحديدا الذرة، لأن الصين من أهم مستوردي الذرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وولايات الغرب الأمريكي كانت ولايات الحسم في الدورة الرئاسية الأولى وساهمت في التصويت للرئيس ترامب. لذلك نجد قبل أيام كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون المعزول من الرئيس ترامب اتهم بوضوح أن هناك تنسيق صيني أمريكي، لكن لاحقا تغير هذا الأمر نتيجة جملة خلافات. أولا الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق من تمدد مجال الانتشار الصيني في مناطق نفوذها. الصين اليوم لديها حضور في الشرق الأوسط، حتى مع بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لديها شراكة تجارية مع إسرائيل، وهذا الأمر أزعج الأمريكان. لديها حضور في إفريقيا بشكل كبير، ولديها أكبر ميناء في العالم موجود في الباكستان، والباكستان تعتبر من المجال الحيوي للولايات المتحدة الأمريكية. الأهم من ذلك أن الجيل الخامس
الذي طورته شركة هواوي، وهو من أخطر ما تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يستهدف أمنها القومي، ولديه قدرات كبيرة على التجسس حسب ما ترى إدارة الرئيس ترامب. المنافسة التجارية، الصين استفادت من انضمامها إلى منظمة التجارة، اتفاقية التجارة العالمية منذ التسعينات، وأن كانت بدأت عمليا بهذا الأمر في بداية 2000. قدرتها على نقل التكنولوجيا وإعادة إنتاجها واستنساخها، واستحواذها على النسبة الكبرى من المستهلكين الأمريكيين والأوروبيين، خلق تراجع كبير في الاقتصاد الأمريكي لصالح الصين. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد جائحة كورونا تشعر بأن الصين بدأت تتقدم بشكل كبير، لأن المفارقة العجيبة أن كورونا ظهرت في الصين، لكن الصين أول من تعافى منها واستعاد وبدأ يستعيد عافية الاقتصاد. دكتور، تضيف صحيفة البيان بالقول: صناع القرار في الدولتين على علم بأن هنالك مصالح عديدة متداخلة ومتشابكة، والأولى هو الحفاظ عليها. ما طبيعة هذه المصالح المتداخلة والمتشابكة برأيك؟ أولا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء الصين التجاريين ومن أهم مستخدمي المنتجات الصينية، وهناك جزء كبير من الشركات الأمريكية متعددة الجنسية سواء في صناعة التكنولوجيا أو في صناعات التقنيات الحديثة أو في الصلب والحديد وفي مجال قطع السيارات، موجودة في الصين ولها نشاطات اقتصادية كبرى وتعرضت لانتكاسة كبيرة بفعل أزمة كورونا. وبالتالي أيضا الصين لديها أكبر سوق هو سوق الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الحليفة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الأوروبية. بالتالي التشابك التجاري والاقتصادي معقد، هناك صراع نفوذ في المنطقة من الناحية التجارية. الصين لا تريد أن تنازع الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها السياسي، ولكنها تحقق معدلات نمو مرتفعة، وهذا يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الذهاب إلى أبعد درجة وإلى صدام عسكري كما يروج بعض المحللين والمفكرين لا يستند إلى يعني حقائق على الأرض، لأن الصين لا تسعى لذلك. وإن كانت أيضا بالمناسبة تحقق على غير العادة، الصين ذهبت خلال السنوات الأخيرة إلى تقدم في مجال التصنيع العسكري، صنعت طائرات توازي F-35 وهي أحدث طائرة أمريكية، لديها قوة صاروخية هائلة تتجاوز ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قادرة على أن تؤثر على الوجود الأمريكي في آسيا تحديدا وإبطال مفعول القدرات الصاروخية الموجودة في القواعد الأمريكية في آسيا وهي قريبة من الصين. لكن مع ذلك الصين يعني تريد في تقديري أن تذهب إلى خيارات تحديات الاقتصادية أكثر، وهذا ما يزعج إدارة الرئيس ترامب، وهي أيضا تستخدم نفس السلوك الإيراني في التعاطي مع هذه الإدارة المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية لناحية انتظار مآلات المشهد الانتخابي الأمريكي في شهر 11 القادم. أيضا دكتور، في زاوية مقالات يتساءل أحمد الشرقاوي في العرب القطرية: ترامب مجددا أم بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة؟ ما التوقعات برأيك؟ استطلاعات الرأي حتى اللحظة تعطي أفضلية لجو بايدن. الرئيس ترامب يواجه ثلاث تحديات أساسية اليوم. أولا جائحة كورونا وفشله في التعاطي معها، الاقتصاد الأمريكي الذي تعرض لانتكاسة كبيرة، وفي تقديري أيضا الأزمة التي أحدثها مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية ومسألة العنصرية التي بدأت تطل بأنيابها الجديدة، وبالتالي هو سيخسر الناخبين السود وسيخسر المستقلين. لذلك فرص الرئيس ترامب في العودة، إذا ما قرأنا هذه الأمور كما هي المعطيات الحالية،
أعتقد أن آخر استطلاع أعطى 32%، بينما أعطى بايدن حوالي 54%. أمور ذاهبة إلى نجاح جو بايدن حسب المعطيات التي نقرأها الآن، إلا إذا حصل مفاجآت في اللحظة الأخيرة تعزز من فرص الرئيس ترامب. نعم، في ختام هذا اللقاء أشكرك دكتور زيد الشكر الجزيل. شكرا لكم سيد. كان معنا هاتفيا من عمان الدكتور زيد النوايسة الكاتب والمحلل السياسي. ملتقانا مشاهدينا وإياكم في الأسبوع المقبل بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه.